هذا الشد اخر واحد الاورنج، بس بزيد شويه هني. الحين راح اخذ هذا الشادو على شويه هايلايتر. اوكي قاعد اقول ضروري تجربين البنانا بودر مالتهم، هذه الصفرة هذه. اوكي بعدين بالفرشة اللي حطينا فيها البرونز راح أرد مرة ثانية آخذ البرونز عشان كل شيء يندمج. الحين راح آخذ البلاشر، هذا آخر واحد، يعني حلو في إضاءة بلاشر شادو. الحين أحلى فقرة من اللي حطيت الهايلايتر واسمها تدعين. كل شيء يندمج مع بعض. آخر شيء فيكس بلاس مال أفرا، يعني هذا البالت راح تستفيدون منه لأنه فيه كل هذه الأشياء 19 دينار، تو نزل بوتيك. وإن شاء الله كلكم تلحقون تركيهم نزلوا، والجد هم كل فترة أوفر يسوون شيء، إنه يعني هذا صار البست سيلر عندها الحين عقب الجنطة. صدق سعره حلو وما يتطور، مرة واحدة راح ينزل ترى، مو على طول راح يكون موجود.